بجولة على المواعيد الأبرز ميلادية اليوم وبمناسبة عيد الميلاد، إذن كل الأبرشيات عم تحتفل بأداديس طيلة فترة النهار. ببكركة قداس العيد بترقصوا البطرك الراعي على الساعة 10 الصباح، من بعده التهنئة بالعيد، وعلى الساعة 10 الصبح أيضا قداس بكاتدرائية الملاك ميخائيل بطرابلس مع المطران جورج أبو جودة. أما ببيروت الاحتفال بكنيسة مارجريس الساعة 11 الصبح مع المطران بولس مطر. ضمن الأمسيات الميلادية موعد مع ريسيتال ميلادي للفنانة غادة شبير بيحمل عنوان دفى المغارة، بدعوة من مدرسة راهبات النارة بكفر زينة بصغرتها، بكرة الساعة 7 المساء. إذن غادة شبير رح بتكون بمدرسة كفر زينة بكرة الساعة 7 المساء. بالذكرى الأربعين على غياب أم كلثوم عدة نشاطات شهدناها، وموعد جديد مع حفلة موسيقية مع مقاطع غنائية ومعزوفة من ريبرتوار كوكب الشرق، بدعوة من تامر بوطة، العزف لعماد حشيشو، أحمد الخطيب، غسان سحاب، والغناء لنعيم الأسمر. موعد الأمسية الثلاثة ب 29 شهر الساعة 9 المساء بالتامر بوطة ببيروت. عم نسمع أنت عمري. أمسية موسيقية مع ريان الهبر يلي رح يوقع عمل جديد لإله بيحمل عنوان تعا قلك، يوم الثلاثاء أيضا ب 29 شهر الساعة 6 المساء على خشبة مسرح المدينة. مدري من وين، مدري من وين، مستهدف رقمي، شايب رقمين الثابت والجوال. مدري من وين، مستهدف اسمي، مدري من وين، من بعد السهرة مساء متصل فيه وهاديني عالإذاعة شد معشر مني. من بعد السهرة مساء متصل فيه. شرب الرحانة بيعطينا موعد مع أمسيتين مع عدد من الموسيقيين اللبنانيين والأجانب. خلال هالأمسية رح يطلق الفنان أعمال جديدة مع قصائد بتعود للقرن الحادي عشر، قام بتلحينا وبعزفة للمرة الأولى. أمسيتين رح يكونوا بكرة والأحد على خشبة مسرح مونو على الساعة 8:30 المساء. سفر والشوق سلام قبل الحكي، سلام بعد الحكي، سلامي إلي مع إنه ما في حكي ولا حتى في بكي، في روب في هالوجع وإنت السفر والشوق أنا سلامي مثل الشتي بشباط مثل غيمة صهيب.
ولهو الوقت لوقف الحكي. بدعوة من جمعية آفاق للتنمية الاجتماعية، معرض الهدف منه تمكين المرأة ببيتها ودعم العائلات المحتاجة. فبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أتى هالمعرض ليجمع مونة، ملبوسات، أرتيزانة، أعمال يدوية وغيرها. وفيكم تشوفوا هالمنتجات بمركز جمعية آفاق بشارع الاستقلال ببيروت. ضمن البرنامج الأسبوعي يلي بيقدمه البلونوت كافيه بالحمرة، بكرة موعد مع الموسيقى زياد الأحمدية وفرقته، إذا الموعد ابتداء من الساعة 10 المساء. قبل ما ارجع انتقل لعند بيارات، بدي اذكر بموعد ثابت كل نهار جمعه على اذاعه الشرق مع المجازين السياسي، وضيف المجازين السياسي لليوم على اذاعه الشرق اذا الوزير السابق الدكتور شارل رزق ببانوراما للاحداث السياسيه محليا واقليميا ودوليا مع يقظان التقي. التقي، نرجع لعندك بيارات لحتى نشوف احوال الطرقات. اتصالنا مع غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير صار جاهز، ومعنا على الخط المؤهل جهاد أبو زكي لناخذ منه تفاصيل عن حركة السير لصباح يوم العيد. هلا أكيد الطرقات بهالأثناء خالية، بس التفاصيل كلها عندك، تفضل. صباح الخير. صباح النور. ميلاد مجيد ينعاد عليكم. شكرا. وعليك كمان، تفضل. ومثل ما ذكرت حضرتك، اليوم نهار عيد، مداخل بيروت الثلاثة عم تشهد حركة طبيعية، ما في عجقة، طرقات شبه خالية من السيارات، وأيضا ضمن شوارع العاصمة بهالأثناء ما في عجقة سير. نعم. وما في عوائق. نعم. حتى اللحظة. نعم. هيدا كل شيء بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للتدابير يمكن يلي هلا حد الكنايس في أداديس الميلاد صباح اليوم، في تدابير رح تتخذوها؟ نعم، في تفعيل إجراءات يعني وتكثيف العناصر إلى حد الأقصى، تواجدهم على الطرقات وأمام دور العبادة الكنيس خاصة لتسهيل السير حركة المواطنين بهيدا الأثناء. نعم. بالنسبة لإحصاءات حوادث السير، إحصاءات حوادث السير التي نتج عنها أضرار جسدية خلال فترة الـ 24 ساعة المنصرمة مجموعة 11 حادث. نعم. نتج عنهم 4 قتلى و16 جريح. جبل لبنان 6 حوادث، 3 قتلى، 8 جرحى. البقاع 4 حوادث قتيل، 6 جرحى. جنوب حادث جريح. نعم. توزعت الحوادث ما بين صدم واصطدام وتدهور، اما الاسباب بتعود للسرعة الزايدة، مصدر الهاء، عدم تقيد المشاة بقواعد اجتياز الطريق. نعم. في حادث سير صار اليوم الصبح بدبي، ما بعرف اذا هو ضمن هالحوادث اللي عم تحكينا عنها، يعني حادث سير كبير كان، يمكن في 3 سيارات. نعم، اصطدمت ببعضها، انقلبت سيارة. في عندنا كذا حادث، في على جسر قمت الياس، في عطبية المسلك الشرقي. في حادث الساعة 23 ليلا. نعم. واصطدام بين 4 سيارات كمان، على في كذا حادث صاروا، في منهم نتج عنهم جرحى ومنهم. نعم. اقتصرت الأضرار على الماديات. نعم. شكرا لك المؤهل جهاد أبو زكي، وتحية لكل عناصر غرفة العمليات المشتركة لهيئة إدارة السير. فصل تاني ومن بعده منتابع حلقتنا وضيفنا مثل ما ذكرنا المرنم أيمن كفروني. عم بتشد الدنيا التلج والنجمات حيراني، وزهور الطرقات برداني. تلج تلج عم بتشد الدنيا التلج والغيمات تعبانين، وعالتلي خيمات مضوية. تلج تلج عم بتشد الدنيا تلج والنجمات حيراني،
وزهور الطرقة برداني تلج تلج عم بتشد الدنيا تلج والغيبة تعباني عالتلي خيبة مضوي ومغارة سهراني فيها طفل صغير بعيونه الحلياني حب كتير كتير وتلج تلج عم بتشد الدنيا تلج كل قلب وكل مرج زهر فيه الحب مثل التلج غير عيان ملمعين وين الطفل المبعوث هوني يا ريان العين هوني الليل المنشور وجاي ريان من بعيد وين الطفل المبعوث هوني يا ريان العين هوني الليل المنشور تلج تلج شدي خيالي